هذا منسى هذه الحرة في السرة، راني أب لعائلة كبيرة وعائلة عندي زوج قسطر ما يشوفوش، عندي مرض دار في السبيطارات، أنا مريض بكلش، فيه سلعة تاع واحد تقريب 200 مليون راحت، راهي السلعة حاجة ما قعدت فيه، فهمني كيف، راني شريته في 2004 وأنا نسلك فيه، نتعابر وجريت هاي الشاهد التبرية هاو التسريح تاع هاتف عمومي. نطلب من السلطات يديروا لي حل المشكل هذا تاع الحانوت، انا تعبنا. نسلكناه قالوا له نسلكوه، وسلكنا ودرنا المستحيلات باش نسلكوه من 2004 وحنا شريناه. نروحوا قد الرسمي السلطات قاعدين يتماطلوا، هذا يبعث فينا لهذا، هذا يبعث فينا لهذا. كي تقفلت عليا البيبانه رحت للوسيط. على كل حال الوسيط كثر خيره وعاونني. العزيز البارح على 10 تاع الليل 10 ونص. راهي ما وصل هنا، المهم الشرطة العلمية هي خدمتها ما نعرفش ما في شرارة كهربائية ولا راهي شعلت النار هنا. رانا خويا احنا رانا مضرينا، شعلت سلعتنا، كان لي سلعة لي فزدت وكان لي منعت، قدر الله ما شاء فعل. إذا كان خويا السلطات المحلية باغيين يعاونونا مرحبا بهم اخويا.